للوقوف عند هرولة الحكومة في العراق نحو تطبيع أكثر مع نظام بشار الأسد في سوريا وأسبابه وتداعياته، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الكاتب والإعلامي العراقي المعروف عبد المنعم الأعسم. أستاذ عبد المنعم، مرحبا بكم. يعني بداية وقبل الولوج في تفاصيل هذه الزيارة، إلى ما ترجع هذا التقارب الكبير بين حكومة السوداني ونظام بشار الأسد أستاذ عبد المنعم؟ نعم، شكرا جزيلا وتحياتي لكم ولمشاهديكم ولضيوفكم. وأحب أن أشير إلى أن هذه الزيارة وهذه الهرولة التي أسميتموها هي إملاءات إيرانية أولا وأخيرا، بدون أي دخول في التفاصيل وفي الخلفيات، ولكن دعونا نضع القضية في مكانها الصحيح وفي مكانها التاريخي. مقدمات ما حدث في خلال الأسبوع الماضي والأسبق حول فرض الولايات المتحدة العقوبات على حوالي أكثر من 14 مصرف إسلامي عراقي إسلامي بين قوسين، في الحقيقة كانت هناك إشارات واضحة إلى تسرب الكثير من أقنية الأموال إلى إيران عبر الساحة السورية، وهذا افتضح حتى على لسان البيانات الخاصة التي أصدرها البنك المركزي. البنك المركزي أشار إلى أن هناك موردين يعني حصلوا على مئات الآلاف من مئات الملايين من الدولارات لشراء بضائع ومنتجات سورية، ولكن هذه البضائع والمنتجات السورية لم تخضع إلى تدقيق بكفاية، وهذا يشير بكلمات أخرى إلى وجود عملية غسيل أموال على الساحة السورية بالنسبة إلى الأموال العراقية الدولار العراقي. هذا من جانب، دعني أضع القضية في جانب آخر. هم نظاميان في الحقيقة، نظاميان أو حكومتين ما يملكون السيادة على أراضيهم كفاية. على الأراضي السورية هناك قوات أمريكية وقوات كردية وقوات ميليشيات يعني قوات من الجيران، وهناك يعني ميليشيات حكومية وميليشيات أخرى مضادة، وهناك جيش منقسم على نفسه، وسيادة الدولة سيادة افتراضية في الحقيقة، لا وجود لسيادة حكومة الأسد على أراضيها. في العراق نفس الشيء، في العراق أيضا هناك دول على الساحة العراقية، هناك الأمريكان موجودين، وهناك يعني عديد إيران عندها نفوذ ووجود. فإذا التقارب هذا محفوف بملفات عديدة، يعني هذا يعني لغم في الحقيقة. طيب أستاذ عبد المنعم، نعم، عفوا المقاطعة، ولكن هناك من يقول إن الدول العربية قررت إعادة الأسد إلى الحضن العربي، ما الضير في التقارب العراقي مع نظام بشار الأسد؟ ما الضرر الذي سيلحق بالعراق أستاذ عبد المنعم؟ نعم، يعني من وجهة نظر الوطنية العراقية أو المصلحة العراقية وقل المصلحة القومية، ينبغي بلدين متجاورين شعبين لهم علاقات، ينبغي أن تكون لديهم علاقات طبيعية ويستأنفون هذه العلاقات بصرف النظر عن النظام السياسي. كل نظام سياسي، هذا مبدأ عالمي ومبدأ للأمم المتحدة، كل نظام سياسي أو كل خيارات داخلية هي رهن مصلحة الشعب. الشعب هو الذي يقرر هذه طبيعة هذا النظام وطبيعة هذا الحكم. فإذا العلاقات ينبغي أن تكون عابرة، هذا من حيث المبدأ، ولكن ليست هناك علاقات بين العراق وسوريا بدون صفقة. صفقة خلفية وراها، ليس فقط وراها إيران، وراها حتى أعتقد أن الولايات المتحدة لديها مصلحة باستمرار نوع من العلاقات. دعني أشير إلى أنه هناك تجار عراقيين أو مهربين عراقيين
ولبنانيين كونوا عصابات وكونوا مجموعات مافيات تخدم تنهب النفط السوري من قبل الأمريكان، يبيعون لهم النفط السوري أو يتعاونون مع الأمريكان بنهب النفط السوري، ومن ثم هم يتعاونون مع الحكومة العراقية بعمليات تهريب الأموال وغسيل الأموال. حيثما يوجد الأمريكان في أي مكان تكون هناك نوع من المافيات والعصابات التي تلعب على مختلف الأطراف، وهذا أمر طبيعي. وأعتقد أن أي محاولة لتطبيع العلاقات بين العراق وسوريا محفوفة بهذه العناصر، محفوفة بأخطار من 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 عديد من استحقاقات أيضا. دعني أشير ولو لدقيقتين يعني لقضية مهمة جدا. خلال 100 عام من عمر الدولتين السورية لم تكن هناك مرحلة في شهدت استقرار. دائما العلاقات بين سوريا والعراق منذ الخمسينات حتى عندما كان يحكم البلدين حزب واحد، الحزب البعث، لم تكن هناك علاقات طيبة. سرعان ما تتصدع هذه العلاقات وتتحول من وحدة ومن تعاون ومن هدوء إلى احتراب وعداوة. ولهذا السبب فأنا لا أنظر إلى مستقبل يعني واعد أو مستقبل مزهر للعلاقات العراقية السورية، خصوصا وأن هناك يعني دول متحكمة في البلدين، متحكمة في جغرافيا البلدين، متحكمة في أراضي البلدين وفي سيادتهم. ولكن أستاذ عبد المنعم، لو عدنا إلى الوراء، يعني نور المالكي قبل سنوات اتهم نظام الأسد بتدوير التفجيرات وزعزعة أمن واستقرار العراق، وأنتم قلتم أن لإيران دور كبير في هذا التقارب بين بغداد ودمشق. كيف يمكن أن نفهم هذا التحول من قبل موقف نور المالكي أستاذ عبد المنعم؟ نور المالكي يعني حقيقة يعني ملف يستدعي الكثير من التحليل والتوقف. نور المالكي ليس صاحب مبادئ، ولم يعرف عنه أنه ثابت في مواقفه وآرائه، عدا عن أن التدخل السوري خلال فترة بعد 2003 ويعني حماية النظام بشار للمجموعات المسلحة وتدريبها وتأمين إيصالها عبر الحدود، هذا واضح جدا. في ذلك الوقت كان نور المالكي يغازل الأمريكان وينسق معهم إلى أقصى الحدود، وكان يعني كان موضع ثقة الجانب الأمريكي، عدا عن أنه لديه علاقات مع إيران. طبعا يعني نور المالكي عنده مثل ما لديه مشاكل مع الدول العربية ومع إيران، لديه مشاكل مع إيران أيضا. في ذلك الوقت لم تكن هذه التصريحات التي أطلقها ضد سوريا تحظى برضا الجانب الإيراني، ولهذا كما أعتقد أنه تعرض إلى نوع من النقد والملامة لهذا الموقف. الآن الصورة تغيرت، المالكي الآن يحكم من وراء الستار، يدير هذه الحكومة، يديرها عبر الإطار التنسيقي، وهو بهذا المعنى ينبغي أن يخضع إلى إملاءات الإيرانية، فهو صامت وهو ساكت، ولربما هو يدفع الأمور نحو إعادة العلاقات وتطيب خواطر الجانب السوري. وبنفس الوقت هناك نوع من الغزل بينه وبين الجانب الإيراني، الجانب الأمريكي. الأمريكان أنا أضع علامة استفهام على قبولهم بهذا يعني بهذه الهرولة أو بتطهيب العلاقات بين العراق وسوريا، وهم يملكون يعني المفتاحين، مفتاح في سوريا ومفتاح في العراق، كيف يقبلون هذا؟ أنا أضع علامة استفهام. بشكل سريع لو تفضلتم في ذلك،
لو طرحنا تقرير لمعهد كونز الأمريكي في هذا النقاش، حيث أكد التقرير لهذا المعهد يقول بأن زيارة السوداني لدمشق قد تعرض العراق لخطر العقوبات، هل السوداني لا يبالي بذلك أستاذ عبد المنعم؟ نعم، أعتقد هذه رسالة وجهتها الولايات المتحدة عبر بعض الأغنية إلى حكومة السوداني. حكومة السوداني يعني تحاول أن توحي أنها متوازنة في علاقاتها العربية. منذ أسبوع التقت في كان هناك زيارة إلى الأردن، أو هناك مسؤولين أردنيين يعني وصلوا بغداد وأجروا مفاوضات، وهناك قبل فترة أسابيع كان السوداني في مصر وهو يرحب دائما بالعلاقات مع السعودية ولديه، فهو يحاول أن يعطي رسالة بأنه هو متوازن في هذه العلاقات، ولكن الحقيقة سياسة التوازن هذه عليها علامات استفهام كثيرة، ذلك لأن المصالح الإيرانية واضحة في الخطوات نحو سوريا، وخصوصا أن هناك تقارير في أوروبا في الغرب تشير إلى أن هناك صفقة أمريكية إيرانية من وراء الستار. عبر سكاي من لندن الكاتب والإعلامي العراقي عبد المنعم الأعسم، شكرا جزيلا لكم.